مرحبا أصدقائي، صباح الخير والعافية عليكم. إن شاء الله صباحكم خير وعافية. طبعا اليوم أنا حبيت أراويكم اليوم مالتي الاعتيادي، طبعا مو اليوم الاعتيادي وإنما هذا اليوم اللي هو يوم العطلة عندنا. عرفت أصدقائي، إحنا عدنا بأوروبا بألمانيا وخاصة بأوروبا يعني كلها عدنا إحنا يوم السبت ويوم الأحد عطلة، يعني هذين اليومين نقدر نروح به نفطر نسوي كل شيء شنو نريده عطلة. فاليوم سبت عدنا، طبعا انا اصور ورا يومين ثلاثة يلا انزل لكم الفيديو، او يمكن الجمعة يوصل لكم الفيديو او يمكن يوصل لكم السبت، فيعني عادي. المهم فاي راح اراويكم اليوم مالتي. طبعا احنا هنا اليوم الجو عدنا حلو، احنا بالماني مو دائما الجو حلو، يعني مرات الجو يكون عدنا ممطر. هسه تشوفون الجو عندنا زين، مرات الجو عندنا ممطر، مرات الجو عندنا حار، مرات الجو عندنا بارد. يعني مرات تطلع تشوف الجو بارد ورا شويه يصير الجو حار، ورا شويه تطلع شمس، ورا شويه تمطر ثلج، وهكذا. يعني الجو متقلب متقلب متقلب، ما اعرف شو اقول لكم. فالجو يعني جدا مو زين. شوفوا اليوم هدوء، ما حد اكو بالشارع، لان شنو احنا بالعطله الناس تقعد تستراح ترتاح، لان ما عندنا وقت نرتاح بيه بالاسبوع. الاسبوع كله ركض 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 ركض، اليوم ما بي راحة ابد. عرفت شلون؟ فلذلك يعني هذا اليوم مال العطلة تشوفون الناس كلها قاعدة ببيوتها، قليل الناس تطلع. فأنا اليوم حبيت يعني لان الجو حلو اروح بالحديقة، عندنا حديقة هنا كلش حلوة كبيرة، واحد يقدر يطلع يروح يقعد بيها يفتر بيها. شوف هاي المرة سيارتها شقد قديمة وراي، ايش قلت سيارة قديمة. احنا عندنا بألمانيا السيارات عادي، فديوم اسوي لكم حلقة ان شاء الله على السيارات. المهم شوفوا اصدقائي، احنا عندنا هنا بالشوارع يعني مو مثل بالعراق، هنا عندنا بالشوارع شوفوا كل شارع بحاوية، هذا الحاوية هذيك حاوية، يعني انت وتمشي دائما تجيك حاويات. الشارع مو تبليط، الشارع هذا الشارع مثل ما تشوفوه هذا مقرنص، يعني مو مقرنص هذا مثل بالعراق، لا هذا المقرنص يختلف، حجر حجر قوي كلش. وهذا عندنا همات مقرنص ثاني، هذا مال المشاة يعني. والشوارع هم كلش حلوه يعني عندنا هنا احنا بالمانيا، يعني هذا شوفوا المقرنص هناك واحد، شوف هاي حيات الزباله، هذا اللي عنده بنيان ما اعرف ايش، سولفت لكم انا بحلقه من الحلقات فيحطون بيها مال البنيان. شوف مال الشجر واحد، طبعا انا هنا امشي هسه بالحي اللي عايشين به الاتراك والعرب، فتشوفه شويه وسخ، لان يعني هم للاسف يعني وسخين العرب وين ما يرحون، يعني بالدول الغربيه. بس بينما من يعيش بالعراق او بسوريا او بالاردن او بالهذا ما يوسخون، بس من يقعدون بالدول الاوروبيه يقوم يوسخون، ما اعرف ليش، يعني خاصه هنا أنا احنا بالمانيا، خاصه بالمانيا. هذا شوف المحل مال البايسكلات، طبعا انا هذه الشوارع اللي يم بيتي دا افتر بيها، لان جو حلو فقلت اطلع اتمشى شويه واصور لكم. واكو ناس يعني تهتم بالفيديو هذا، تحب شيء هيك فيديو حلو مع الشوارع، اكو ناس تريد شيء مهم يعني تشوفه. وانا قلت لكم راح اصور لكم ان شاء الله شغلات مهمه وحلوه، وش اسمه، ومو شرط ما شغلات مهمه، يعني شلون هذا الفيديو هاي يوميات مالتي وين اروح وين اجي، هم اصور للناس حلو ما بيها شيء ان شاء الله. خليكم ويانا. وهاي مثل ما تشوفون هنا الشاشه، هاي الشاشه يعني راح يجي بعد 3 دقائق مثل ما مكتوب، ونطلع بيه. طبعا هسه بس يجي اصور لكم اياه وراكم شلون يجي. طبعا هاي المحطة هنا مال القطار، هي هاي هنا اللي يلتقون بها العرب اكثريتهم. انا طريقي طويل اليوم، راح اروح ان شاء الله ازور صديقي وبعدين اروح الحديقة كلش كبيرة. هاي اصدقائي مثل ما تشوفون هذا هو الدرجات، هاي ننزل من عندها، هاي محطة القطار. ان شاء الله بعدين انا اصور لكم حلقة كاملة على محطة القطارات ان شاء الله. هاي احنا مستمتعين القطار،
هذا القطار اجى. هذا الورد هسه زارعي جديد، واحنا هنا عندنا هاي البحيرة. طبعا هذا البحر مال المانيا. هنا عندنا بحيرات اثنين، واحدة اسمها الشوبري والثانية ما اعرف شو اسمه. فهذني هنا شوف شلون حلو يخبل. طبعا راح اجازف، راح انزل الجو اراويكم ايش قد حلو البحر هذا. طبعا اليوم الجو عندنا يخبل بالمانيا. هاي اللي صورت لكم اياها قبل شويه، هاي كانت الكنيسه. هاي من هنا تقدر تدخل تاجر تيكت، تاخذ تشتري وتروح بالسفينه تفتر بيها. هاي الكنيسه ما قبل شويه صورتها لكم. طبعا الكنيسه هاي روسيه. هذا الجسر شقد حلو. انا اجي هنا دائما يعني اتمشى، الجو كلش حلو ما شاء الله، وخاصة هنا يم هذا النهر أو البحر، فتشي كلش حلو. واليوم عندنا الجو كلش حلو ما شاء الله. أرايكم اليوم. هاي الحديقة جدا ضخمة، يعني هذا الفيديو حتى أنا أكو معامل وكذا. شوف المي شقد حلو، حلو الجو. هاي الناس تقعد هنا، هاي عندك هنا ال شو اسمه مال السفن، الناس تقدر منها تقف تكيت تطق وتاخذ تكيت العفو تشتري، وبعدين تطلع بي بالتكيت هذا. تقدر الناس تطلع بالسفينة، وان شاء الله انا راح اصور لكم شلون اطلع بالسفينة ان شاء الله. شوفوا انا هسه نزلت هنا، يعني هنا واحد لازم ما ينزل من لازم عنده تكيت، بس انا هسه شوفوا على حافة المي صارت. شوفوا هناك القاعدة شلون حلوة تخبى. شوف المي شلون يمشي، هذا المي الحلو، مو المي مال العراق التعبان. اي فاصدقائي انتو تسوونا مشاركات بالقناة، ساعدونا حتى شنو، حتى اني هاي هنا السفينة من تجي يربطوها هنا. شقد حلو. طبعا اصدقائي انتو بس ساعدوني او شجعوني شوية بالقناة، اعطوني لايكات، سووا لي مشاركات، حتى اني ان شاء الله اطلع لكم بالسفينة. هرايكم شلون حلو عندنا هاي السفينة تفر برلين كلها، يعني فنقدر يعني ارايكم كل برلين ان شاء الله من الخارج ومن الداخل. هاي التكتات من هنا. واذا طبعا وصلت القناة 100,000 مشاركة ان شاء الله بدي اطلع بالهليكوبتر وصور لكم برلين من فوق، وصور لكم شلون اطلع بالهليكوبتر وكل هالشي ان شاء الله. بس شوية شوية يعني. شوف اصدقائي ترقبوا الفيديو الجاي ان شاء الله او الوراء، راح اصعد بالسفينة مثل هذه او سفينة اكبر من عدها واصور لكم ان شاء الله. شوف شلون حلوة، خاصة الجو يخبل عدنا هنا أنا بالماني، فالسفينة تطلع كلش حلوة، فتشي حلو يعني رائع. وهاي السفينة مال برلين، يعني عليها العلم مال برلين. حصور لكم السفينة الوراها الثانية. يعني هنا أنا هواي عدنا سفن، هذني السفن يفترن برلين كلها. شوفوا شقد حلوة هاي مثلا عائلية يصعدون بها الناس، عائلية مثلا. هنا أنا عدنا هذيك الكبيرة. شوف شلون صفطت هناك، هاي توقف هنا تصف. او شوف هذولاك دا يصيدون صيادين، هذول صيادين. اي شوفوا شلون صفت هناك، هاي تصف او تنزل الناس اللي يريد شي يشتري ما اعرف ايش، اكو ناس مثلا قاصتك تريد تصعد وهكذا.